كارثة بيئية خطيرة تواجهها الثروة السمكية في محافظة الأنبار، كارثة تنذر بانقراض هذه الثروة، وذلك لأسباب عديدة أبرزها تلوث المياه والأمراض وانعدام الدعم الحكومي وزيادة أسعار الأعلاف، ما تسبب بعزوف مربي الأسماك في المحافظة عن هذه المهنة. احنا مربين الأسماك هنا بمحافظة الأنبار، بدينا نترك هاي المهنة لأن بسبب الأمراض، وأي دعم من الحكومة ماكو، خصوصا يعني الزراعة، أي دعم ما وجدناه من الزراعة، وبنفس الوقت يعني الأعلاف صارت أسعارها كلش هواية، وإضافة إلى ذلك منسوب المياه. الدولة ما تساعد، يعني المفروض تعويض تنطي، كسى تعويض ما قاعد تنطي، أي تعويضات ما جهزتنا من 2018 متوعدتنا بتعويض مع الأسماك اللي الأنفاق اللي صارت ما جهزت. مسؤولو المحافظة أرجعوا أسباب الأزمة التي ضربت الثروة السمكية في الأنبار إلى تقصير وزارة الزراعة الحالية وخلافها مع وزارة الموارد المائية الحالية، متعهدين بإيجاد حل لهذه المشكلة وبفتح مفاقس جديدة للأسماك في المحافظة. من المشاكل اللي اليوم تدور عندنا هي مشكلة الثروة السمكية وقلتها أو انحسارها بسبب انحسار المياه الموجودة في بحيرتي الثرثار والحبانية، واللي كانت واحدة من أهم مناجم السمك أو الثروة السمكية في البلاد. اليوم للأسف الشديد قلة المياه سبب إشكالية كبيرة، وزارة الزراعة اليوم الحقيقة بعيدة عن الواقع الزراعي أيضا بسبب إشكالاتها مع وزارة الموارد المائية. اليوم الحكومة المحلية أخذت على عاتقها إنشاء مفاقس خاصة بالأسماك، وإن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة سنبدأ بافتتاح واحد من هذه المفاقس في بحيرة الثرثار، وإن شاء الله تعالى سنعيد قدر الإمكان إمكانية إعادة الثروة السمكية بشكل أو بآخر. تأثيرات اجتماعية واقتصادية وإنسانية خلفتها أزمة الثروة السمكية في المحافظة، وألقت بظلالها على مربي الأسماك في الأنبار وسط عمليات استهداف منظمة يتعرض لها الاقتصاد العراقي بحسب خبراء الاقتصاد.